هاي، كيف كنت؟ وانا تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج العذراء، رح احاول اكشف عن الاحوال العاطفية لإلك، مشاعر الحبيب، نوايا مستقبل علاقتكم مع بعض. رح احكي كذلك عن مشاعرك انت يا برج العذراء، وكذلك رح اخصص فقرة بالاخير عن العزاب، رح نشوف هل في شخص جديد بحياتهم او لا. اوكي، وما تنسوا انه هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع. اذا حسيت انه هذه القراءة لا تنطبق عليك، حاول تشوف فيديوهات تانية اللي هي البرج الطالع او البرج القمري. كذلك بدي اقول على انه هذه القراءة تقبل ان تكون عكسية، يعني الاشياء اللي بحكي عنك ممكن تنطبق على الشريك، والاشياء اللي بحكي عن الشريك ممكن تنطبق عليك. وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي تدعموني، وشكرا لكم. اوكي، بداية يا برج العذراء، انا عم شوفك عم تمر من مرحلة او نقلة نوعية، كأنه كنت عم تحس انه عم تمر بدائق قيمة، وهلا عم تشوف النور، صرت عم تشوف الحقيقة، عم تشوف الامل بالحياة، لأنه عم شوفك يا برج العذراء مريت من نقلة، كأنك حصل لك شيء مش جيد، وهذا الدرس تعلمت منه أو استفدت منه، وعم تشوف الحياة حاليا بنظرة إيجابية، أو صارت حاليا تفرج الأبواب أمامك. أوكي، بداية عم شوف الحبيب يعني متحفظ بمشاعره، ممكن ما يكون يفصح عن مشاعره لإلك، ممكن كذلك تكون مبتعدين، لأنه يا أما هو لا يتحدث معك، يعني ما في مشاعر متبادلة، يعني ما في كلام يتبادل بينك وبين الشريك، وفي طاقة أنه ممكن الشريك شخص خجول، الشريك لا يتحدث عن مشاعره ولا يفصح عن ما به للشريك الآخر. عم شوف حتى مشاعره هو شوي، هو ممكن يكون بعيد عنك، مو ببلدك، ببلد آخر، وحتى ممكن إذا ما كان بعد جغرافي، ممكن حتى يكون البعد إنسان ممكن منشغل بأشياء عديدة، ممكن عنده مشاغل عديدة، ممكن عنده منصبه بالعمل لا يسمح له أن يضل يحكي معك ويتحدث معك. أوكي، عم شوفه مبتعد، ممكن للبعض تعني هجران وافتراق ومو مع بعض. أوكي، عم شوف حتى مشاعرك أنت، عم شوف حتى مشاعرك انت، كأنه بتحس يا برج العذراء انه تعطي بالعلاقة او تعطي باشياء، تعطي اكثر من اللازم، وهذا الانسان مبتعد وما بتفهم جوة عقليته، بتحس كأنه انت تائه. اوكي، يعني عندك كتير تساؤلات بتجي عبالك يا برج العذراء، عم شوفك كتير متخوف، يعني عم شوفك قدمت كتير مشاعر لهذا الإنسان، بس هو عم شوفه بطاقة المتحفظ على مشاعره، أو حتى لا يقدم على أشياء. أنت كنت يعني أنت تتمنى أن يقدم على أشياء بتريده، بس عم تشوفه كأنه شخص متحفظ على مشاعره ومتحفظ على كل شيء. أوكي، حتى الأشياء اللي ما بتحبها فيه أنت يا برج العذراء، عم شوفه كأنه هو شخص غير متوازن، بتشوفه على أنه أوقات بيكون سليط اللسان معك، وممكن أوقات بقدم لك مشاعر كتير قوية، وبقدم لك أشياء بتنبهر فيه. أوكي، كأنه هو هذا الإنسان معارف على أي جهة يعني تآمن له. اوكي، لانه اوقات بيكون صريح، صريح جدا معك، وبيكون جيد معك، واوقات بيقلب 180 درجة. اوكي، حتى بالاشياء الايجابية ممكن هذا الانسان كلمته كالسيف، يعني انسان اذا قال الكلمة يعني لا يستطيع ابدا ان يخلف بوعده، عنده وعد، وعنده إنسان إذا تكلم بشيء تكلم بالحق،
لا يستطيع الكذب، هو شخص ممكن لهيك هو متحفظ بمشاعره، ممكن لأنه هو لا يستطيع الوعد بشيء إذا لم يكن قادرا عليه، لهيك هو ما بيوعدك بولا شيء. أوكي، الطاقات هون عم شوفها في برج الحوت، برج الحمال، عم شوف برج القوس، وعم شوف كل يعني الطاقات تقريبا، وحتى برج الميزان. اوكي، تقريبا في الابراج المائية، في الطاقات المائية الترابية، حتى عم شوف الهوائية، وحتى النارية موجودة على فكرة. اوكي، عم شوف حتى انا بما يتعلق بالأشياء اللي ما عم يحبها فيك، كأنه أنت يا برج العذراء يعني مصر على ترسيم العلاقة. أوكي، إذا ما في ترسيم للعلاقة ما عم تشوف إنه العلاقة جيدة، كأنه أنت يا يكون ترسيم يا بلاه. أوكي، بدك إنه تمضي قدما بهذه العلاقة لشيء حقيقي، لشيء موثق، بدك انه ترسم العلاقة. هو ما بحب هيك، ممكن هو لا يحب ان يؤمر، او لا يحب انه يوعدك بشيء لا يستطيع الوفاء به، لهيك انا عم شوفه كلمته كالسيف، او افعاله ما بيستطيع يوعد بشيء إذا لم يكن مستعد له. حتى بالإيجابيات اللي عم يشوفها فيك، ممكن أنت شخص، حتى أنت شخص حقاني، ما بتحب التلاعبات، وما بتحب إنه تكون شخص متلاعب، حتى أنت تتصف بصفات العقلانية، وإذا وعدت بالوعد أكيد رح توفي به. به يا برج العذراء، عم شوف تختلف النوايا، عم شوفه هو كتير زعلان منك. انا هالقراءة ما عم شوفه فقط ناس مبتعدين، ممكن فيها ابتعاد لانه عم يطلع مشاعره فيها ابتعاد، وكمان عم شوف هون الفايف اوف وانس اللي هي الخصامات، بس لا تعني انه كل الطاقات اللي هون في ابتعاد، في طاقات فيها ابتعاد، في ممكن طاقات حائرين معارفين معجبون الوضع الحالي أكيد، بس مو مفترقين أبدا، يعني بعلاقة بس في مشاكل خفية بالعلاقة. حتى أنا عم شوف في البعض منكم في بعد جغرافي، او بعد انت ببلد وهو ببلد اخر، عم شوف حتى انه انت مشاعرك او نواياك تجاه هذا الانسان، عم شوفك انت يعني تعبان، انت تعبان ومجروح يا برج العذراء، كأنه الأشياء اللي بنيتها أو الأشياء اللي حلمت أنه تكون حسيتها كأنه لم تتحقق مع هذا الشخص. ممكن مو بتقول مع حالك منه شخص واضح، يعني كأنه أنت متخوف من المستقبل يا برج العذراء. عم شوف حتى مستقبل العلاقة بيناتكم، عم شوف في بداية، يعني يا إما يعني تحكوا مع بعض، كل واحد يحكي اللي بقلبه، يعني عم شوف في إفصاح عن ما بداخلكم، وعم شوف انه رح تلاقوا حل، وهذا الحل ممكن يؤدي الى بداية جديدة، ممكن تحكوا الاشياء اللي عم تزعجكم ببعض، وهذا الاشياء اللي عم تحكوها كل واحد رح يحكي اللي بقلبه، وعم شوف في صلحة، في طاقة صلحة، وفي طاقة بداية جديدة. هذا للناس المبتعدين اكيد واللي في بفراق، وهذا كذلك حتى الناس اللي بالعلاقة بس عم تشوف الاوضاع متوترة، عم شوف انه الاوضاع ستصلح ان شاء الله، لانه هذا الانسان ممكن عنده ظروف خاصة، لهيك لا ما بيوعد بشيء لا يستطيع الوفاء به. عم شوف حتى للناس العزاب، عم شوف في حب جديد، في حب جديد رح يولد، رح تتعرفوا على شخص، اوكي، رح تتعرفوا على شخص عن محض الصدفة، الصدفة رح تجمعكم مع بعض، وعم شوف في حب جديد.
اوكي، ممكن يكون شخص لديه منصب عالي، شاب حليوة ما عم شوفه كبير السن، بس عم شوفه في مقتبل العمر، عم شوفه شخص جيد بالنسبة لك يا برج العذراء. ممكن يكون من أبراج هوائية، حتى الأبراج المائية عم تظهر بهذه القراءة خاصة للناس العزاب. ممكن حتى يكون من برج الميزان، عم شوفكم ممكن للبعض، ممكن يكون في زواج، في زواج للبعض منكم، هذا الحب سيتكلل بالزواج للبعض من عزب برج العذراء. اوكي، عم شوف في حب كتير قوي، وعم شوف في بداية استقرار، كأنه هذا الاستقرار رح يبدأ ابتداء من التعرف على هذا الإنسان. الاستقرار العاطفي وحتى الاستقرار المادي عم شوفه قوي، ممكن يكون مصرياته حلوة، بيشتغل بمنصب كتير حلو، هذا الإنسان عم شوفه جدا مناسب لإلك. بس أكيد لازم تتعرف على الشخص وتحاول إنه تشوف كل الحيتيات، ما تقدموا على شيء لا تندموا عليه من بعدين. اوكي، بس عم شوف طاقة حلوة. كمان عم يطلع لي كارت يعني الزواج، يعني في زواج لأصحاب القراءة، هذه القراءة خاصة للعزاب، عم شوف في زواج. ممكن هذه العلاقة تتكلل بالزواج، عم شوف انه رح تشعر بالهدوء أو تشعر بالارتياح أكثر. أوكي، عم شوف للعزاب، عم شوف في زواج، حتى ممكن يكون حتى للناس المرتبطين، لأنه عم شوف في بداية، رح تبدأ بداية جديدة بالنسبة حتى للمرتبطين أو اللي بعلاقة، لأنه عم شوف في تحسين للعلاقة وفي بداية جديدة. عم شوف في وعد بالزواج، يعني الطاقة تقول أو احتمالية الزواج كتير عالية. ما عم أقول إنه يعني نسبيا، يعني عامة التاروت يعتمد على الطاقة، ولما نحكي عن الطاقة ما بنحكي عن شيء تنجيم أو شيء يتعلق بالمستقبل أبدا، فهي فقط طاقة تصل على أنه هذا الإنسان نيته حسنة وأنت نيتك حسنة. أوكي، وفي احتمالية أنه يكون زواج، هذا اللي بيحصل بعالم الطاقة. ما في أشياء تعني أكيد في شيء، يعني لأنه مستحيل أعلم الغيب، وهذا شيء اللي بيحكي لك إنه يعلم الغيب فهو عم يكذب. أوكي، هذه بس علم الطاقات، وهذه الطاقات تفسر بورق التاروت فقط. يعني عم شوف في احتمالية إنه في نية زواج من طرف آخر، أو الطاقات تقول على إنه كتير من برج العذراء رح يكون عندهم زواج. عم شوف حتى انه في ارتياح، عم شوف في سلام، عم شوفك كتير حاسس بالقوة بهذا الشهر، عم شوف طاقة حلوة بشهر فبراير. عم شوفكم مرتاحين، عم شوفكم تحسوا بالقوة حتى بالسلام الداخلي، حتى عم شوف انه بقول لك انه انه هذا السلام اللي راح تحصل عليه او بتحسه بهذا الشهر يا برج العذراء، هو اللي راح يجعلك تستسلم لطاقة الإله، تستسلم لطاقة عليا. هذه الطاقة راح تجعل انه الكون يعني يمشي مع طاقتك انت، وراح يجلب لك الخيرات. اوكي، كل ما كنا راضيين بحكم الله، كل ما كنا متفائلين بقدر الله علينا، اكيد رح يكون الا الخير،
ورح نعيش بسلام داخل جواتنا، لن نجذب إلينا إلا الخير وما رح يكون لنا إلا الخير. أوكي، هذا اللي بيحكيه الورق، حتى بالأوراكل كاردز عم شوف طاقة حلوة لإلك يا برج العذراء، وهذا كل شيء. بتمنى لكم كل الخير، وما تنسوا تعملوا لي لايك.